أطلق مجلس بلدي المحافظة الجنوبية جائزة أجمل حديقة منزلية في المنطقة الجنوبية، والتي تهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الطابع الجمالي للمناطق وتعزيز مفهوم الزراعة وزيادة نسبة الرقعة الخضراء داخل الأحياء السكنية. وللتعرف أكثر على فكرة هذه المسابقة بكافة تفاصيلها، معنا على الهاتف السيد أحمد الأنصاري، رئيس المجلس البلدي للمحافظة الجنوبية. السيد أحمد، من أين نبعت فكرة الجائزة؟ وما هو الهدف الذي تسعون إليه من خلالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أحب أشكركم على هذا اللقاء المثمر إن شاء الله. الفكرة انطلقت مع احتفالات البحرين بهذه الأيام عن أسبوع الشجرة والحدائق، واهتمامات القيادة الرشيدة متمثلة في صاحبة سمو الشيخة السبيتية حرم جلالة الملك الله يحفظها ويخليها. فمن هذا المنطلق ارتئينا أن نطلق هذه المسابقة أو هذه الجائزة، كفكرة من المحافظة الجنوبية أو كالمجلس البلدي في المحافظة الجنوبية لتشجيع الأهالي على الاهتمام بالزراعة والخضرة. نعم. السيد أحمد، من هي الفئة المستهدفة من هذه الفكرة؟ وما هي أبرز المعايير التي على أساسها سيتم تقييم المشاركين؟ الفئة المستهدفة جميع المواطنين، احنا لم نستثني أحد، جميع المواطنين الذين يحبون يعني يشاركون في هذه المسابقة احنا نستهدفهم لكي نشجعهم على الاهتمام بالزراعة أكثر، وخاصة الحدائق المنزلية، لكي نحول منازلنا إلى أماكن جميلة يعني نهتم بها أكثر وأكثر. أما مسألة المعايير فكل صاحب منزل يستطيع أن يشترك بملء استمارة بتكون موجودة في مباني البلدية والمجلس البلدي. والمعايير تكون أنها تكون النباتات، إحنا عندنا ثلاثة فئات للمسابقة، فئة أجمل حديقة، وفئة أجمل واجهة منزلية، وفئة أجمل فكرة زراعية. فالحدائق المنزلية المنسقة هناك بيكون في محكمين من قسم الزراعة والحدائق في بلدية المنطقة الجنوبية، هم يختارون أجمل حديقة منزلية ونفس الوقت أجمل واجهة منزلية عن حق الأشخاص اللي يزينون واجهات منازلهم. ثم الجائزة الثالثة تكون لأجمل فكرة زراعية. هناك الكثير من يحبون الزراعة، ولكن هناك بعض المبدعين يدخلون لك يعني طرق حديثة وآليات جديدة للمحافظة على نظام الري، ونفس الوقت لتزيين هذه الزراعة. وأخيرا، هل تعتقد أن هناك وعيا اجتماعيا بأهمية تجميل واجهات المنازل وانعكاس ذلك على المظهر العام للمناطق؟ طبعا، يعني احنا لما اطلقنا هذه الجائزة اسميناها لنجعلها خضراء، مما رأيناه من اهتمام الأهالي خاصة المنطقة الجنوبية بالحدائق المنزلية، فهناك الكثير من العوائل التي تقوم بالزراعة في المنزل، هناك أسر منتجة لأنواع من أنواع الزراعة كخضروات كورود كنباتات داخل المنازل، وتقوم حتى بعرضها في المعارض التي يعني تنشأ دائما. فمن هذا المنطلق هناك اهتمام، ولكن يجب أن نحفز الأهالي على الاهتمام أكثر والمنافسة الشريفة، كل هذا ينعكس على الزراعة في المنطقة الجنوبية. وأنا أحب أن أشكر هذا المقام اهتمام المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في صاحبة السمو الشيخة السبيتية بنت إبراهيم حفظها الله، وجميع المهتمين في وزارة البلديات والأشغال، وزارة الأشغال والبلديات وبلدية المنطقة الجنوبية. وأحب أشكر طبعا الراعي الرسمي لهذه انطلاقة جائزتنا عقارات الحقباز
لاهتمامهم ومشاركتهم معنا في تقديم الجوائز للمتسابقين. نعم، السيد أحمد الأنصاري رئيس المجلس البلدي بالمحافظة الجنوبية، شكرا جزيلا لك.